تشوفون خصت هاي الجهة. هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم راح اسوي وياكم شعري، راح اسوي وياكم ويفي. طبعا طلعت من الحمام، حطيت مكياج مثل ما تشوفون، ريدي اول جود تو جو، وحابة اسوي شعري وياكم ويفي لان ذيك مرة سويته وكلش حبيت الطريقة اللي سويتها به. شعري بعده هسه شوية مبلل مع انه شوية ينشف لان تقريبا طولت بالمكياج هيجي نص ساعة، بس كنت حاطته بالخاوي سو ار نو. وراح احط عليه هذا الاويل، طبعا هذا الاويل صار لي كوما يعني ما استخدم غير اويل بس هذا، تقريبا سنتين استخدمه، سنة ما اعرف ايش قد ما حاسبه تقريبا، بس صار لي فترة كلش طويلة استخدم هذا الاويل من واي وكلش احبه وريحته طيبة مو قوية الريحة مالته، و صدق اشوف انه يعطي تاتش حلوه لمعه للشعر، فاحطه بس على اطراف الشعر. تقدرون تحطوه على الشعر من هو ومبلل، تقدرون تحطوه ورا الستايلينج يعني ورا ما تسوون شعركم. هسه راح اجيب من هذا المشط، طبعا محروق هنا بالستريتنر، اجيب من هذا المشط وبس امشط شعري، احاول اركز على الاطراف حتى ما احط اويل على نهايه الشعر هم. ريحته كلش طبيعي. اوكي هسه راح انشف شعري بالسشوار، بس حاولوا تخلون السشوار بعيد عن الشعر حتى ما يحترق الشعر وما يتاثر الشعر بالحراره، فانتم من تنشفون شعركم حاولوا تخلون السشوار شويه بعيد ولا تحطوه على اعلى حراره، حطوه على حراره شويه هيك ميديوم لان الشعر بعده مبلل وما تريدون تحرقوه. اذا نشف كليته لو بعد يحتاج لتنشيف فانشفه وامشط واشوف اذا بعد يحتاج لتنشيف لو لا. فتقريبا الشعر كليته نشف، تشوفون كل الشعر يكون ناشف. طبعا احسن شيء من تسوون شعركم بالويفي حاولوا انه الشعر يكون جديد يعني مغسول جديد ومنشفي، وبس بلو دراي، لا تسووه بالستريتنر تنزلوه وراها تلفوه، لا سووه بس بلو دراي يعني نشفوه بالسشوار ومشطوه وحيصير وياكم هيك ناعم، خاصة إذا تستخدمون أويلز أو سيرومز على الشعر. أني العناية مالتي مال الشعر مو كلش كومبليكيتد، عنايتي كلش بسيطة لأن هذا الشيء أسويه ورا كل حمام، فأكيد ما أريد اشياء صعبه، اريد اشياء سهله وسريعه لان تقريبا كل يومين والثالث اسوي نفس الشيء، هم احط اويلز هم انشف شعري، فلازم يكون فد شيء سهل. فدائما احاول انه اختار برودكت مفيده واسوي اشياء سهله لشعري. هسه حطيت شعري بالنص طبعا مثل ما كانه تسوون ستريتنينج للشعر، واني استخدم هاي ستريتنر. كل من عندكم يسالوني على نوعيه هاي ستريتنر راح اكتب لكم اسمها هنا بالضبط شنو اسمها، وتقدرون تشوفون بالجوجل وين تقدرون تشتروها، اصور موجوده بكل انحاء العالم. اني طبعا احطها على تقريبا 410، هي توصل ال 465 يعني درجتها كلش عاليه، اني احطها بس على 410 وانتظرها تحمى. اللي احبه بهاي ستريتنر اللي هي نوعيتها تايتانيوم اي اصور بالعربي هم نفس الشيء، تعطي لمعه للشعر وما تحرق الشعرايه، كلش احب هذا الشيء. هسه طبعا حطيت شعري بالنص، هاي الجهه اربطها من هنا وهاي اقسمها تقسيمات صغيره حتى اسوي الويفي عليها، فاني اعشق هذول القراصات. هسه تقريبا ماتي ستريتنر صارت حاره، اول شيء انتبهوا انه كل خصله تكون متمشطه حتى ما تحرقون الشعرايه. هاي عندي ستريتنر، تقدرون تلوفون هيجي، تقدرون تلوفون هيجي، الشعر كليته ما اسويه اتجاه واحد، مره اسوي هيجي، مره اسوي هيجي، حتى يبين ويفي اكثر ويبين ثخين اكثر. سو اول شيء تسوون الويفنس هيجي، تشوفون شلون الوفها، وهاي كلش احبها لان حتى هاي تكون كلش حاره. هاي بعدها هسه جديده بعدني ما فتحتهم، اسوي الشعر كليته انتظرها تبرد يلا امشط شعري وافتحهم اذا اريد الكيرلز تكون من هاي المتفتحه. طبعا انا كل شويه اباوع بالمرايه اريد اشوف دا اقسم شعري صحيح لولا، لان اذا اباوع هيجي ما راح اعرف.
وهاي راح اوديها برا. اذا تشوفون جهة جوا جهة برا. من دا اسوي شعري بالويفي احس انه الشعرايه ما تتعب اكثر مثل ما دا اسوي مثلا ستريتنينج دائما دائما نائبه. لا من اسوي ويفي حتى ثاني يوم اذا اقعد شويه مخربط اتس اوكي لانه هو اصلا ويفي، فما راح اادي شعري انه اني كل يوم اعدله بالستريتنر. عرفتوا شلون؟ هذا الشيء اللي دا احبه بالويفي، وبصراحه احس شيء يبين شعري شويه بحركه اكثر. طبعا احسن شيء من تسوون شعركم تسووه طبقات، يعني تبلشون من جوا وتصعدون لي فوق، تصير كلش سهله عليكم. وهاي لان قريبه عن الوجه احاول اسويها لي ورا حتى ما تغطي على وجهي، فازم الخصلايه هيجي وألوفها عكس الاتجاه مثل ما تشوفون عكس الاتجاه دا ألوفها، وهيج تصير. لا تنصدمون بالشكل اللي ما يحب الشعر يبقى كلش كيرلي، لأن لازم تنتظرون الشعراية تبرد حتى ما تروح عليكم الكيرلز بسرعة، لازم تنتظرون الشعراية تبرد قبل ما تمشطون الشعر. واحطها ثواني بصراحة، يعني 1 2 3 4 5 وافتحها. طبعا اني لزمت الحديد. اوكي هسه مثل ما شفتوا قريبين على البداية مرة ثانية، لازم هم اسويها بعيد عن الوجه اذا ما اريد ازمها، لان ما اريد ازمها بهالطريقة. تشوفون تبتعد عن الوجه. وهذولي اللي صايرين هنا اللي عندها بيبي هيرز او مثلا ما ادري يعني اذا شو يسموهم انتم، يعني احاول هيجي اسويهم بس هيجي ادخلهم لجوا وهيجي يصير. تشوفون شلون غيرت اسوي شعري هيجي دا اسويه حتى ما احترق. يب هالخصلاية هيجي اسويها اعدلها هيجي لي جوا ووراها اطلعها لي برا حتى تطلع كليتها مرتبة من قدام. احاول اعدل الجذر مالتها، باعوا هذولي ما معدلين الجذر مالتهم، هيجي اسويه بس من هنا. وجايز مثل ما قلت لكم خصل صغار، لازم تكون خصل صغار اذا بتحاولون تكثفون من الشعر. باعوا يعني سهاية صغيرة قسمتها اثنين، وحدة ادخلها لي برا، وحدة اطلعها لي جوا، وحدة اطلعها لي برا، وحدة ادخلها لي جوا. واو دا احكي بالعكس، هاي دا ادخلها لي جوا. تشوفون خصت هاي باونسي، اتركه الشعر هيك لحد ما يبرد قبل ما افتحها. هسه راح ابلش بهاي الجهه، هاي الجهه راح اسويها اكزاكتلي مثل هاي، مثل ما شفتوا شعرايات داخله شعرايات طالعه. خلي اخلص هاي الجهه وارجع لكم. هسه احاول اعدل الكراون مال الشعر. شلون اعدل الكراون مال الشعر؟ الكراون معناها الطبقه الفوقانيه مال الشعر، اللي هي معناها الكراون شنو معناها؟ تاج، معناها تاج الشعر. تاج الشعر اللي هي الطبقة الفوق حاولوا تعدلوها بالستريتنر. قصدي من تعدلوها بالستريتنر تسوون بس هيجي، تعدلون بس هاي، بس هاي والورا هم بس اعدل هاي. واني عندي كوما فلاينج هيرز، فالفلاينج هيرز والبيبي هيرز اللي عندي اياها اني استخدم عليهم هذا البرودكت. هذا البرودكت وحدة اعرفها تسوي ويجز، معناها باروكات، فهي الباروكات مالتها تستخدم عليهم هذا حتى الشعر ما يطير. وهذا تقدرون تستخدموه على باروكات وتقدرون تستخدموه على شعر طبيعي، تقريبا مثل الواكس، هو يخلي الشعر يلزق ببعضه. كلش احبه لان اذا تستخدموه بطريقه صحيحه ما تستخدمون هوايه من عنده ما يطلع الشعر اويلي كانه ما حاطين شيء. فاني هيك مثل المعطر ارفعها وازم الشعر و احط كلش ايد خفيفة. اول مرة استخدمته او ماي جاد دخلت على شعري هيك كأنه دا احط معطر،
بهالشعري صار كلش اويلي. صحيح نيمت الشعر بس كانه بين اويلي، ما عرفت شلون استخدمه. بس هسه لا، صار لي هوايه دا استخدمه، يعني من بدايه السنه لحد هسه دا استخدمه وكلش دا احبه، لان دا احط كلش قليل وصدق ينيم الشعر. باعوه شلون نامت الشعرايات كليتها نامت. هسه تقريبا اترك الشعر شويه يبرد قبل ما افتحه واشوفكم شلون تفتحوه بطريقه انه يبقى الكيرلز مو كليتها تنزل ويطلع كلش حلو. طبعا اذا احتاج انه شعري يلزم اكثر او عندي طلعه واعرف انه شعري ممكن ينام واكو رطوبه، استخدم هذا السبراي. طبعا هذا السبراي من احنا وصغار عندنا اياه، يعني اصور حتى بيبيتي كان عندها واحد من هذولي، كلش احبه هذا من لوريال، فانصحكم بهذا، موجود بكل انحاء العالم. هذا هو الفتشي اللي احطه على شعري دائما، وتسالوني ليش شعرك بي لمعه شاين انفيوجن، هذا يخلي شعركم شايني. افتح الشعرايات طبعا كلش على كيفي دا افتحهم، مو قوي، وباعوا شلون الكيرلز تبين بهواية اكبر. باعوا الكيرلز هنا حجمها ايش كبره، وباعوا الكيرلز هنا حجمها ايش قد صغير. هاي مفتحتها، هاي ما انفتحت. افتح هاي ازم الشعرايات وشوية على كيفي افتحهم، كلش على كيفي افتح الشعرايات. باعوا مثل ما تشوفون ايش كلش على كيفي افتح، ما اضغط على الشعر، هيجي اسوي انزلهم بايدي، لان ما اريد استخدم المشط على الشعرايات الجوة حتى يبقى عندي فوليوم بالشعر. هسه راح استخدم هذا اللي قلت لكم عليه شاين انفيوجن، هذا تشوفون الشعر شلون صار بي لمعه، كلش احب هذا الشيء. طبعا كلش حبيت هاي الطريقه مال ويفي، لان هيك تخلي الشعر شويه بيتشي ويفز، بس مبين انه ويفي، يو نو وات اي مين. فمن اسوي ويفي عادي حتى لو مخربط انه يرهم، ما احط حراره على شعري واعرض شعري للحراره كل يوم. فهاي الطريقه احسها كل شوي راح تفيدني ما دام قاعدين بالبيت، وبنفس الوقت اريد شعري يكون حلو ومرتب، فهاي الطريقه كل شوي دا احبها. وطبعا اقدر احطه صفح ويطلع كلش حلو بهالطريقه. انتم قولوا لي شنو رايكم، تحبون اكثر كيرلينس والويفي، لو تحبوه اكثر يكون ستريت؟ انا بصراحه هسه حاليا دا احبهم اثنيناتهم، بس هذا اشوفه عملي اكثر الشعري وما يؤدي شعري اكثر قد الستريتنينج، لان ما يحتاج اعدل شعري كل يوم مثل ما اقول لكم. وذاتس ات جايز، طبعا اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو وتونسوا وياي. اللي حب هذا الفيديو وحاب يعطيني لايك، لا تنسون تسووا لي ثامز اب، واللي بعده ما مشترك بالقناه وحاب يشترك للقناه لا تنسون تسوون سبسكرايب جوا. واني احبكم كلش هوايه، واشوفكم على المره الجايه. باي.